ما أن يقع ناظريك على حي النداء في محافظة النجف الأشرف، وتبدأ رحلة التجوال في أزقته وشوارعه. للوهلة الأولى تظن بأنك قد سافرت عبر الزمن لعشرات سنين خلت، لما تشاهده من واقع خدمي شبه منعدم، أقل ما يمكن وصفه بالواقع المزري. لو جينا اليوم نقارن الخدمات بقية الأحياء مقارنة بحي النداء، معدومة كلش، لا خدمات. بدي اشوف هسه هنا المنطقه اذا مطرت بالشتاء، هاي فيضانات يعني تصير هنا، تكون تلبس بوتي الله تطلع. تجي بالمدرسه هاي اليمنى، احنا نقول يا بتباعد اجتماعي ودوام لحد الان ما المدارس ما بدا، وتعليم مدمج وبين الالكتروني وبين الحضور المدرسه، وهاي المدرسه كل صف بيها 60 طالب. ناهيك عن هل هسه احنا بدي اشوف هاي ورانا، هل ورانا مدرسه صار لها سنه لحد الان، شوف بس حاطين كرفانات، مجرد ايش كم حديده وايش كم طابوقه، صار لها سنه. فلوس هاي وين راحت؟ اصلا دائره الصحه هنا ماكو، مو عمود خدمات، دائره الصحه ماكو هنا، هذا لا شارع لا تبليط، الشباب هاي قدام عيش كلها واقفه وعطاله بطاله، يعني اذا مستوصف صحه ماكو هنا، نداء هذا كله كامل مستوصف صحه ماكو، يعني يروحون الشباب اكثريتهم ينتجون يعني مثل ما نقول للحولي لو للعسكري، ها عمود شنو؟ عمود لقاحات لو كذا لو دين السوالف. وما يزيد الامر سوءا في هذا الحي المنكوب هو انتشار الكلاب السائبة في أروقة المنطقة التي زرعت الرعب والهلع في قلوب النساء والأطفال دون إيجاد حلول ناجعة من قبل الجهات المعنية، ناهيك عن انتشار النفايات التي تسببت بالأمراض التنفسية للأهالي بسبب انبعاث الروائح الكريهة. احنا حي يفتقر الأبسط الخدمات، كل شيء الحي ما متوفر به، من ناحية تكرم الزبل موجودة بكل مكان وصارت يعني أتلال مقابل البيوت، أما تكرم بعض الحشرات الذباب خب الكلاب السائبة الموجودة بحينا، يشهد الله احنا يعني لا عندنا مرة أو بنية أو طفلة والله ما نقدر نطلعها وحدي، يعني أنا من أطلع ابني يطلع وياي، أخاف تكرم يعني أخاف الكلاب تركض وراي، يعني كم مرة والله العظيم نسمع يعني أصوات الجهال أو البنات تركض وراهن الكلاب. هاي النداء خدمات ما بي، واعدونا على اساس تبليط ما بلطونا، واعدونا بمجاري مجاري ما جرونا، يعني من غير الاحياء حي النداء يعني شغلته تعبانه. عندنا المحولات مال الكهرباء هم تعبانات، المحولات مال الكهرباء واعدونا بهواي ماكو لا تبليطات لا مجاري لا كهرباء. هاي الاحياء كلها يعني تبليطات وماي ومجاري وهذا، من دون يعني الاحياء حي النداء شغلته تعبانه. من محافظه النجف الاشرف معتز العبودي، زاكروس تي في.